بس سيستم ماتش دو بريباراسيون بالنسبه لنا احنا بطبيعه ما عندوش لي كونديسيون كاملين نتاع مباراه رسميه سي تان قالو دونترينمون ولو فيه شويه اون جو نحبوا نعديوا ان بون ميساج للسوبورتير نتاعنا ولينا احنا كستاف وكملاعبيه دونك تصور اللي كانت مباراة يعني صعيبة شوية من الناحية البدنية نظرا لأول مباراة معناها نخوضوها مع فريق معناها من الحجم الثقيل عموما ساتيسفي معناها بالمردود ولو نجم نوصل في الأسابيع القادمة لما هو أفضل ومباراة كانت يعني متوسطة وكما قلت يعني عندها صبغة متاع تحضيرات أكثر منها حاجة أخرى محترم منافس يعني عنده سرعة منظم لكن هناك يعني ثغرات الدفاع يعني استغليناها لكن فريق يبقى يعني فريق محترم ومنظم يعرف يعمل لما تكون عنده كرة أو بدون كرة بطبيعة ما زلنا معناتها كل أمانة معناتها ماناش في المستوى يعني 100% بطبيعة زال قدامنا أسبوع نلوجوا فيه لافريشور فيزيك أكثر شيء ونعملوا على الخبرة متاع اللاعبين بطبيعة والتركيز معنا على المباراة القادمة باش يكون أفضل من التركيز على المباراة هذه اليوم وهذا يعني اختبار معناها بالنسبه لنا احنا جدي نختموا به معناها التحضيرات نتاعنا اللي كما نعرفوا في الاوقات هذه ما نجموش نكونوا 100% في المستوى نتاعنا لكن مطالبين بان سيرباسمون باش نعملوا المباراه نتاعنا القادمه في الكاس في افضل ما يكون. المنتدبين الجدد سي عمار باش يكونوا حاضرين ولا مازال ترافاي سبيسيفيك السنه فيهم كما منصور وزعبيه وبن محمد وبدري؟ مازالوا يعني بداوا التحضيرات نتاعهم الاسبوع هذا مازالوا بعاد معنا على المشاركه في المباراه هذه. التشكيله حاضره في مخك سي ماتش الاتوال كيريت ماتش اليوم؟ 80% نجم تكون الامور واضحه شويه في مخي. مازلت محتاط من حاجه تحكيه لنا ليه سافا؟ ما عندي ما نحكي سي امور عاديه باش يكون مدرب بلوز موان او دو بوست معناها يخمم فيها من نهايه الاسبوع.